ليس إلزاميا إلى كل الحالات أن تكون النيابة العامة دخل لها فيها. نعم صحيح، احنا نشوف النيابة العامة والقضاء يتدخلون في الحالات الجنائية، في حالات المخدرات للتقييم ولطلب التقرير المفصل عن أي مريض كان. لكن احنا كشعب بحرين في البحرين نجد ان احنا حتى دخولنا الى مركز الشرطة، انا اتكلم مجتمع البحريني المحافظ، دخوله الى مركز الشرطة يعتبرها صعوبة جدا، ومو كل من يقول لك لما تقول له لازم تروح مركز الشرطة يقول استغفر الله. هل احنا لما انا ابي ادخل مريض سواء للتقييم او سواء للعلاج اجباريا اطلب من الاهل ان يجيبون لي تدخل من النيابة العامة، انا في ذي الحالة ما خدمت الحالة، انا في ذي الحالة سويت معوقات الى الاهل، لان وايد بيكون عليهم زحمة ان هم يروحون للنيابة العامة ويقدمون، ان بيكون في ملف المريض اساسا ان هو يبي قرار من النيابة. والشيء الثالث ثقة المريض في المستشفى وفي الطبيب الاستشاري وفي المعالجين، وهذه الأهم نقطة، هذه الأهم نقطة. أنا إذا مريض أعرف أن بييني بأمر من النيابة، أنا ما راح أتعاون مع الطبيب الاستشاري النفسي، وإحنا نفسانيين ونعرف أهم نقطة في أي شيء هي الثقة المتبادلة.